مكان مرتاح له. يجب موسيقى هادية. يجب أن تجلس في مكان تكون مرتاحا به حتى تستطيع أن تتواصل مع هذه الشخصية الكبيرة التي حتى إن غضبت يخفف من غضبك على فيها. مرحبا دكتور، شلونك؟ هلا والله، سهلا. كيف الحال؟ كيف الحال؟ شلونك؟ عساك بخير. أكيد، تحية كبيرة لك وحبيبنا خالد. يا بعد عمرك دكتور، نزلت كيلو ونص بعد. وجميع الشباب الموجودين. الله يحفظك، كيف الحال؟ شلونك؟ طيب إن شاء الله. عساك بخير. يا طويل العمر. ترى اليوم الجو ما شاء الله صار بارد، إحنا نتفائل بالجو البارد يا دكتور طارق الحبيب. ما شاء الله. طبعا نرحب فيك مرة ثانية معانا في هذه الفقرة، واليوم طبعا اللي يحب يسأل طبعا أستاذ طارق الحبيب، أخاف أقول دكتور، الناس تتصل وتسأل عن أمور صحية نفس ذيك المرة. فطبعا البروفيسور بيسأل أي سؤال يتصل فينا على 222-16-38 وإحنا على الـ ATV أيضا اللي قاعدين في البيوت يتابعونا. ذاك اليوم طرحنا سؤال، قبل نبدأ طلعت سؤال جاني. ايه تفضل. قال انا نزلت بالتويتر اني انا على نبض الكويت الان، فجاني يعني من برا الكويت، قالوا لو بغينا نتابع شلون يتابعون طال عمرك على الابليكيشن، بس يكتبون نبض الكويت في الاب ستور. يكتبون نبض الكويت في الاب ستور، على طول راح يوديهم على الابليكيشن ويقدرون يتابعون اللقاء اللي بيننا وبينك. ممتاز، اكتب لهم. الأسبوع اللي فات سألنا سؤال، وإن كان سؤال يعني كوميدي، اللي هو عن تجديد عقد الزواج. الإجابات لما جتنا طبعا أغلبية الناس ما يبون يجددون عقد الزواج، فبالتالي أنا دخلت في آلية الكلام معاك اليوم والحديث في هذا اللقاء، أن هناك أمور تحصل في الزواج تخلي الزواج يكون نوعا ما ممل حقهم، حق الناس، فبالتالي يبدأ يمل الزوج، تمل الزوجة. وإحنا تحدثنا أنا وياك في فترة ماضية عن أمور الطلاق، ليش ابتدت تنتشر في الفترة السابقة بكثرة. أنت كان لك رد علي أحب أني أتشارك مع الناس فيه عن لماذا يكثر الطلاق في وقتنا الحالي، فممكن تشاركني مع الناس المتابعين في أسباب الطلاق في الوقت الحالي، ولماذا المرأة أصبحت تصر على أنها تتطلق. جميل، أول شيء تحية للأخوة المستمعين والأخوات المستمعات. انتشر الطلاق لدرجة طلالنا في العيادة في جميع الفروع في الخليج. إذا دخلت عندي العميلة أنا متأكد أنها مطلقة حتى يثبت العكس، يعني صار عندي الانطباع لهالدرجة أنها مطلقة حتى يثبت العكس، أنها متزوجة أو عزبة. هذه عكس انتشار كبير تماما. طيب، باب الطلاق عديدة، أكبر سبب للطلاق هو سوء الاختيار. يعني إحنا ما عندنا مشكلة في الطلاق، ما عندنا مشكلة في الزواج، عندنا مشكلة في الاختيار الزواجي. مثل لو بنيت مبنى والأرض ما عدت بشكل جيد، ينهد هذا المبنى. مش المشكلة في المبنى ولا في السكان، إنما في الإعداد لهذا المبنى. فما عندنا إعداد زواجي أبدا، والمشكلة في هذا هو ما يسمونه البنات والشباب الحب الذي يحدث في مجتمعنا الخليجي. مدام حديثنا في مجتمع الخليج، هو جريمة كبرى. كيف جريمة كبرى؟ ليس في الحب، الحب من أرقى المشاعر طلال، لكن في صناعة الحب تكون المشكلة. شفت بنت وأنا شاب، ولا شفت شاب وأنا بنت، خفق قلبي، خلاص أحبه، ما بيغيره كذا. هد اللعبة بالشباب، شلون ما بيغيره كذا؟ الحب له أركان. الحب له أصول، الحب له مثلث، له أضلاع. إن قامت ما قامت لا. فالحب نوعان، الرومانسي والناضج. الرومانسي والله يا أخي عيونها كبيرة، شعرها طويل، ما أدري إيش. طيب، هذه بأول معاشرة جنسية ينتهي الأمر، والله اكتافه حلوة، والله صوته ما أدري إيش، وكأول لقاء لقاءين ينتهي. الحب الناضج اللي يقوم على المعاني، هذه اللي يستمر ويكبر مع الوقت. الحب الرومانسي يصغر مع الوقت،
ولذلك يأتي بعده الطلاق الحب الرومانسي. أما الحب الناضج فيأتي بعده استدامة الزواج ورقيه والأخوة العالية بين الزوجين. إذا أردنا هو الإعداد الجيد قبل الزواج. شفت الشاب أعجبني، أول ما يخفق قلبي أنتقل إلى البعد العقلي. نعم. هل مناسب ولا لا اجتماعيا عشان ما تورط بها لي بعدين؟ نعم. هل مناسب دينيا؟ هل مناسب من نواحي مختلفة؟ تماما. شخصية وهذه مهملة تماما، أو نفسية مهملة. نعم. فمثلا لو أنا بنت مثلا شخصية استعراضية، بنت فرفوشة حيوية، وهذا اللي حبيته شكاك، إيه بس طيب وحبيب، شكاك يا بنت بكرة بيأذيك بشكه لأنك حيوية، فأنت ستزدي شكه. البعد النفسي الشخصي هذا ما يهتمونه كثير الناس، وهذا باختصار معناه حسن الاختيار قبل الزواج.